وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. كالعادة وكما عودتمونا وزعتم أنتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين سلات غذائية، هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذه الحملة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع أهل قناة أطراف الدين. حياك الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في الحقيقة هذه الحملة وبمناسبة شهر رمضان المبارك وضمن برنامج المنظمة في خلال شهر رمضان المبارك وبالتعاون والتشك مع المنظمات الإغاثية والمجانية، جاءت هذه الحملة بالتعاون مع قسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، ويتم تجهيز نحو 1300 سلة غذائية شملت جميع العائلات الموجودة في مخيم الحبانية في المدينة السياحية. وأيضا تم توزيع مع هذه السلات الغذائية تم توزيع 6 أطنان من التمر بواقع 5 كيلو غرام لكل عائلة مع مختلف هذه المواد الغذائية التي تضم أكثر يعني من 10 مواد مختلفة لتلبي حاجة العائلات والموجودين في المخيم. كيف وجدتم أوضاع النازحين في هذه المخيمات؟ الحملة ليست الأولى خلال شهر رمضان المبارك، نعم. يعني بالنسبة على مستوى المنظمة في جميع المحافظات التي تشهد وجود للمخيمات النزوح والنازحين في سليمانية وأربيل وشرق أربيل وكما في الأنبار. كيف وجدتم أوضاع النازحين في هذه المخيمات؟ الحقيقة هذا هو يعني حالهم لا يحسدون عليه، معاناة مستمرة، هم بحاجة دائما إلى المساندة والدعم والوقوف على حاجتهم. وضعهم الإنساني صعب بسبب هذه الظروف التي يمرون بها في مخيمات النزوح، حيث الخدمات شبه منعدمة وقليلة ولا تلبي حاجتهم ولا تصل إلى مستوى المأساة الإنسانية التي يمرون بها. هم بحاجة دائما إلى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، وعلى شكل مستمر أعداد هذه الحاجة مع حلول شهر الصيف وكذلك في شهر رمضان المبارك، حيث لهم هناك يعني يحتاجون لنظام أيضا خاص ويختلف عن بقية الشهور. فيعني نسأل الله أن يفرج عنهم ويعيدهم إلى منازلهم التي نزحوا منها وبسبب هذه الظروف. أغلبهم من مناطق الغرب الأنبار التي يعني جرت فيها معارك وهدمت أكثر منازلهم ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب هذه الظروف التي مرت بهم، ومعاناة مستمرة يعني وتزداد يوما بعد يوم، وهم يعني مختلف في الشرائح من الكبار السن والنساء والأطفال، وهؤلاء حاجاتهم متعددة في الحقيقة يحتاجون إلى دعم متواصل ومستمر في هذه الأيام الصعبة. دكتور، لماذا هنالك إصرار حكومي على التغاضي عن معاناة النازحين، خصوصا أنهم يعني أقبلوا على فصل الصيف ونحن في شهر رمضان المبارك؟ الحقيقة برأيي أن هذا الموضوع لأنه طال الزمن، طال زمن النزوح، وصارت يعني شبه هذه المخيمات شبه منسية مع طول الزمن وتقادم العهد، يعني يقل الاهتمام ويضعف، ولذلك دائما ما نسألهم هل هناك دعم يعني يأتيكم من أطراف حكومية وإغاثية إنسانية، يعني لا تكاد تستر هذه الجهود أو الخدمات تصلهم، يعني لا تبقى إلى مستوى الأسى والأزمة الإنسانية الموجودة في هذه المخيمات، ويعني لا يلبي حاجتهم، ما تقدمه الجهات الحكومية لا تلبي حاجتهم المستمرة والمتزايدة بمرور الوقت، ولذلك تقع المسؤولية أيضا على
حتى المنظمات الإغاثية الدولية وكذلك المحلية. هذه يعني قادت حقيقة يعرفها الجميع وكل من ينشط في هذا المجال الإغاثي والإنساني بأنه ما موجود ما يقدم لهؤلاء النازحين لا يصل إلى أدنى يعني ما حاجة لا يلبي أدنى حاجة النازحين هؤلاء هذه العائلات المرمية في الصحراء في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة. المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.